من شيكاغو ينضم إلينا عبر سكايب نادر الغول المحلل السياسي. سيد نادر، إذا كانت المصادر تؤكد أن ما سيعرضه ترامب بعد رمضان من رؤية للسلام في الشرق الأوسط لن يتضمن إقامة لدولة فلسطينية، فماذا سيعرض ترامب إذن؟ يعني حسب التسريبات التي سربت في أكثر من موقع، على سبيل المثال ما كتبه دانيال بايتس رئيس المنبر الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، وهو أحد اليمنيين المتطرفين الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية، قال أن الولايات المتحدة ستطرح 90% ستقدم لفلسطين على 90% من الضفة الغربية، ولكن دولة بدون معابر، بدون سيطرة على الهواء والأرض وكل شيء، وبالتالي هي فقط كيان موجود يقدم خدمات اقتصادية أو يعني حكم أعلى بقليل من الحكم الذاتي الموجود حاليا. سيد نادر، أيضا بطبيعة الحال في مثل هذه الحالات ترامب لديه مستشارون، لديه مراكز جمع معلومات ومراكز تحليل، كيف سيعرض أمرا غير مقبول؟ هنا دعني استرشد بما كتبه روبرت ساتلوف، وهو رئيس معهد واشنطن للشرق الأدنى، وهو من الأصوات المسموعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، واقترح على الرئيس الأمريكي عدم طرح الخطة حاليا، لأن الخطة يعني بالتسريبات التي سربت مرفوضة عربيا وفلسطينيا وحتى إسرائيليا، وبالتالي يعني الخطة فاشلة قبل أن يتم طرحها، وبالتالي يطلب من الرئيس الأمريكي أن يطرح خطة مقبولة ويمكن قبولها من قبل الأطراف جميعا. كيف نفسر هذه الطريقة الأمريكية في الكشف خطوة بخطوة عن صفقة القرن؟ تحدث عنها ترامب حتى قبل أن يدخل بيته الأبيض يعني، والآن حتى اللحظة ما زالت هناك تسريبات والوعود أن تأتي بعد رمضان، أن يعني بعد شهر ونصف مثلا. يعني في هذا التقرير الذي سرب عن وكالة رويترز بخصوص لقاء كوشنر مع 100 سفير من دول العالم في بلير هاوس مقابل البيت الأبيض، مبعوث ترامب جيسون غرينبلات أكد على ما ورد في التقرير، ولكن نفس الوكالة قالت في تقرير الأسبوع الماضي أنه لا يعلم ماهية هذه الصفقة أو بنود هذه الصفقة إلا 4 أشخاص في البيت الأبيض، حتى الرئيس الأمريكي لم يرى نصا مكتوبا حول هذه الصفقة، وبالتالي كل ما يحصل هنا هو تنبؤات ويعني تكهنات من قبل يعني الفاعلين في العمل السياسي في العاصمة الأمريكية واشنطن. نادر الغول المحلل السياسي، كنت معنا من شيكاغو عبر سكايب، فشكرا لك.